لكن ترجع الكرة عند شديد قناوي اللي هيهدى كده عند الشيف اكرامي وضغط غلط 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 شديد غلط شديد خنقها شديد قناوي وخطفها احمد حسن مكي والاول لحرس الحدود مسجله احمد حسن مكي غلطة من احمد شديد قناوي بيخنق فيها شريف اكرامي في الكرة اللي فاتت لكن احمد حسن مكي بيستغلها وبيسجل الهدف الاول لنادي حرس الحدود. ايه ده يا شديد ايه ده يا شديد لكن مكي عرف يتعامل مع الكرة صح وعرف يسجل الهدف الاول صح يبقى حرس الحدود صح الصح بعد 5 دقايق عن طريق احمد حسن مكي. 1 الاهلي لا شيء حرس الحدود وادي هنا بقى احمد حسن مكي يخطف الكرة اللي شديد اخطا فيها. يعني هو شديد اتاخر كتير جدا على تمرير اماميه احمد صبري المره دي اسرع من شديد بيحاول يعدي كده وياخدها من قدام شديد فيها خطوره للحرس فيها خطوره التالت لحرس الحدود احمد حسن مكي بيسجل التالت 3 الحرس لا شيء الاهلي مش ممكن ولكن الحرس عامل مباراه كبيره جدا على الاهلي وهدف في الوقت الحالي بيسجله احمد حسن مكي. مكي بيسجل التالت 3 الحرس لا شيء الاهلي. الاعاده لو جت دفاع الاهلي كان بيعمل ايه؟ وهو ده الكلام اللي قلت عليه يا كابتن حسام ان خبرة وائل جمعة ما ينفعش تطلع بره الملعب والله ما ينفع تطلع بره الملعب حتى لو عنده انذار لكن هو هدف من احمد حسن مكي وهنا بقى تدخل ادي المرة دي شديد قناوي بيغلط لكن الكرة بتعدي وبتمر كده العرضية يبقى الهدف الثالث لصالح نادي حرس الحدود عن طريق احمد حسن مكي 3 الحرس